محمد مكي أخصائي نفسي ومؤسس منتجات إن بيكس وعضو فوديز، وكان معنا قبل كم يوم. حنحكي عن سلوكيات الناس بشهر رمضان. محمد يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا سيلفا، يعطيك العافية وأشكركم مرة ثانية على الإضافة الجميلة وأشكر جماعة الفوديز اختيارهم لي اليوم نتكلم عن موضوع اليوم. الموضوع اليوم صراحة موضوع شيق وأكيد بنشوفها بشكل يومي عند حقون الفول في الطرق، مشاكل وسلوكيات غريبة بتصير عندنا. فإيش الناحية النفسية في الكلام هذا وإيش المعاني لكل هذه السلوكيات؟ اليوم بدي أتكلم عن خمس سلوكيات وخمس أشياء بتصير في رمضان. واحدة منها موضوع تقوية الشخصية. واحدة هي تقوية الشخصية. تقوية الشخصية مضبوط، اللي بيكتبها الشخص في فترة رمضان فيما يسمى بالدوافع الأولية للسلوك أو ما يسمى بالبرايمري درايف، فكرة زي الاحتياجات الإنسان في بعض الأساسيات زي العطش، الجوع، الجد. فالإنسان بيطلع من هذه الحاجات في فترة الصوم برمضان، ومن شغلات أساسية في حياة الإنسان لتحسين سلوكه. فمجرد ما أنه الشخص يعني يطلع عن هذه الحاجات فالسلوكيات تتغير بشكل اوتوماتيكي، والانسان بالفتره دي بيكون عنده طريقه مسويه بالتحكم بالذات والسيطره على الشهوات. وهذه الحاجات في علم النفس تساعد في تبنيه شخصيه الانسان. والله سبحانه وتعالى بيقول انه وان تصوموا خير لكم. فغير موضوع الصيام ان احنا معتادين عنه انه بس الواحد يعني ما ياكل وما يشرب، في أكثر من كده كمان وممكن الجوانب النفسية بتخش فيها بشكل جيد. بس احنا برضو بنعرف انه التحكم في العطش والجوع والجن ما هو موضوع سهل. مع ذلك بنشوف في ناس بتعمل سلوكيات غريبة مع انه الشخص لازم يكون عنده شخصية قوية ويكون عنده ضباط في النفس. السبب بيرجع لانه كل واحد عنده رتبة وتناسب. ففي ناس عندها نسبة ضبط نفس مختلفة عن الثاني. اللي ما عنده ضبط نفس كويس وبالتالي بيجوع بشكل كثير وبيعطس بشكل كثير ويبدأ يستنى فترة الفطور فيعمل سلوكيات غريبة زي اللي احنا بنشوفها في محلات الفول ومحلات السيارات. ايه حتى شكله بصير غريب، يعني بتحس انه بعد شو حياكلك لإلك. المفروض يعني الفترة هذه الواحد يكون عنده انضباط للنفس بشكل غير طبيعي. طب كيف شو نصيحتك اليوم؟ يعني كيف ممكن الواحد دايما ما نحكي عن هذا الموضوع، في ناس بتقلك يا اخي ما عم بقدر اضبط نفسي، ما عم بقدر امسك اعصابي، ما عم بقدر مرن حالي على ان يكون اروى. صحيح، هو علم النفس بيحاول يفسر السلوك هذا بشكل او باخر ولكن عاجز عنه، لانه بيقول هو يعني طبيعي خلاص الواحد لما بيعمل البراكتس ولا بيعمل يعني تجارب الين ما تكون بالنسبه له عاده فكره ضبط النفس. وهذا الشيء احنا بيصير عندنا يعني بشكل اوتوماتيكي في فتره رمضان. يعني احنا حتى ما بنعملها في يوم ولا يومين، احنا بنعمله بشكل شهر كامل، وهذا كافي انها تتحول لعاده حياه الشخص. فالشخص انه يكمل عليها ويفكر انه هو ترى دحين في شهر مختلف، يعني شهر المفروض انه يكون في صوره افضل، مفروض يعطي يعني 100% زي ما يقولوا من حساب التحكم في النفس والعبادة. فلما يشعر بالشيء هذا انه بيسوي شيء للعبادة فممكن يتغير نظرته للموضوع، وبالتالي سلوكياته مفروض يصير بالشكل الطبيعي انه منضبط. فهذه الحاجة من الحاجات اللي احنا يعني بنشوفها في موضوع تقوية الشخصية. حلو. زي كده في اليوم موضوع التابع اللي هو اللي ضبط النفس والقيادة. فنحن بنشوف كمان موضوع ضبط النفس وتكتب الشخصية مهمة جدا، يعني اللي شخصيته قوية بيكون عم يعمل اللي عم بيقوله. هلأ محمد تفضل كمل. سواء السيارة كمان الفترة هذه صار موضوع جدا، موضوع ضبط النفس مهم جدا، لأنه السنوات الأخيرة صار عندنا تطور بشكل غير طبيعي. صار الناس عندها تكنولوجيا في كل مكان، النت بشكل سريع، فكنا نقول على اي حاجه ولا اي قرار نحن نبغاه الان ما نقدر ننتظر عليه وما نقدر نصبر. فهذا تصير عندنا اشكاليه في البزنس والقياده زي ما حضرتكم تعرفوا ان موضوع ضبط النفس والصبر جدا جدا مهم. فهذا الشيء يصير عندنا في رمضان بشكل اوتوماتيكي لمده 30 يوم. يعني حتى الاسلام خلاها برضه طول رمضان ركن من اركان الاسلام،
لانه عارفين انه الشيء ده لها فوائد عديده على صحه البني ادم الجسديه والنفسيه. عملت دراسه في علم النفس من سنوات يسموها تجربه المارشميلو. حلوه سمعنا فيها قبل. ففكره المارشميلو حطوا قدام الاطفال حبه مارشميلو وقالوا لهم تبدا تاكلوها دحين، ولكن لو انتظرت ساعه تبدا تاخذ اثنين مارشميلو بدل واحد. بعضهم ما قدر يستحمل وقت المارشميلو مباشرة، وفي أطفال ثانيين لا استنوا قالوا أنا هاخذ الاثنين، كمان استنوا شوية ياخذوا ثلاثة. أوكي. فهذول اللي بينتظروا غالبا هم اللي بيكونوا قيادين وأصحاب مشاريع ناجحة، لأنه فيهم صفات ضبط النفس والصبر. حلو. وهذا شيء يعني يوجد برضه نحن بتكون عندنا في فترة رمضان، وحاجة من السلوكيات اللي بيشوفها. جميل. بدنا نشوف مستمعينا يا ترى بيجمعوا المارشميلو ولا بيستنوا شوي. جمعت لا شوف مستمعينا انتم جمعتوا المارشميلو ولا لا؟ طيب حلو، نشوف هل هم قياديين ولا لا، ولا بلا استنى بلا. الله يعينك. الحاجه الثالثه برضه اللي حابب اتكلم عنها اللي هي تغيير نمط حياه الانسان. فدائما ما انا بقول للعملاء عندي في العياده انه حاولوا تكسروا الروتين حقكم في حياتكم كل فتره وفتره، وحتى للمزوجين نفس الشيء، انه يعملوا تكسر للروتين على اساس يجددوا من حياتهم الجديده ويعيشوا بهناء ورفاهيه. نحن في رمضان برضه بنغير نمط حياتنا بشكل اوتوماتيكي، في النهار يكون عندنا سكون أكثر من الليل، والليل هو اللي بركز عليه. جلنا نروح اللي مننا بيروح يتعبد الله بشكل أكثر، يصلي تراويح، اللي بيكون مع العيلة أو يزور الأحباب بيتهم ونافره. فبيكون نمط الحياة مختلف تماما عن اللي تعودنا عليه قبل رمضان. فيكون مثلا شهر كامل ما بين 12 شهر في حياة الإنسان كتسجيل وتغيير لنمط حياته، فيكون الصلاة له لبداية شهر جديد مميز كالشهر اللي بعده وإلى آخره. فنحن عندنا تغيير الحياة وتغيير نمط الحياة بيصير عندنا برضه بشكل أوتوماتيك، وبالتالي سلوكيات الإنسان بتتغير. النقطة الرابعة اللي هي التكامل في أخيرة، لأنه بدنا نطلع بفاصل، ولا الرابعة والأخيرة ولا بعد شيء؟ إذا تبغون نكمل كملنا. لا أعطينا نقاط على السريع قبل ما نطلع بفاصل. تمام. موضوع التكامل والوجودية، فنحن يعني غالبا مع جو العطش والتعب بنبدأ بنحس بكل الناس اللي حوالينا، لأن احنا بندور على شيء يشكل فينا نفسنا. وكمان نبدأ نفكر باللي في اللي حوالينا، فيجي دورنا مثلا وطبيعتنا إن نبدأ نقارن نفسنا بغيرنا، نفكر في موضوع الفقراء والمحتاجين. بنقول يعني هذول ايش وضعهم؟ كيف بياكلوا؟ بيشربوا؟ كيف بيناموا؟ فالغريزه الانسانيه تبدا بشكل اكبر، فنبدا نحاول نساعد غيرنا عشان نبدا نشوف نفسنا كافي. نبدا نعمل الخير، نشتري اكل وشرب، وبالذات يعني فتره رمضان، مع انه الناس حاجه نفسها بتكون برضه جيعانه ومحتاجه اكل ملابس قبل رمضان، اللي انا سبحان الله احنا في الشهر ذا بالذات بنفكر فيهم. ايه ليه دخلك؟ اي لانه غالبا بعدنا عن فكره البرايمري درايف اللي هي الجوع والعطش والتعب. فلما الواحد نعم نركز اكثر يعني. فانت مركز اكثر. معنا ملهيات. بالضبط. ولسه كمان نشوف نفسنا بشكل اقوى ونتابع نفسنا اكثر، بعض الناس تشوف نفسها مكسره او محتاجه انها تحس باحساس الانتماء. فيبدا مثلا يوصل الارحام، يتواصل مع ذا وذا، يشوف اللي ما شافه من فتره تعزمه. يعني حتى في نفس العيله يعني كثير مننا لما اروح بعيد يعني كثير مننا ما بيفطر مع العيله ولا بيبدا تفاوض الاكل، مع انه اكثر الناجحين مكان كل الناجحين جمعت العيله على مائده الفطور كل صباح قبل ما يروح الدوام من اهم الحاجات. احنا بنستغل هذا الوقت، يعني ما بنستغل الوقت ده مع اهميته في فكره الترابط والتكامل الاسري، لكن في رمضان يصير عندنا هذا الشيء في مادة الفطور. فصرنا يعني كلنا كده نشوف بعضنا اللي ما شاف ولده من فترة يقول انت فين استفيد، عارف كلها يعني دائما نجي نقول بس الحين صار يطلع يجي يفطر معنا. فطريقة اسلوب الحياة بدأ يتغير في فترة رمضان من موضوع التكامل والوجودية. هلا هي يمكن كمان انه الكل بيشارك نفس الشيء بشهر رمضان، هذا بيلعب دور يمكن كمان على تعزيز الامور اللي انت عم تحكيها. يمكن شهر رمضان اليوم لانه الكل عنده دوامه من هذا الوقت لهذا الوقت، الكل بيكون لازم يكون على الافطار، مش انه والله واحد دول. لا الكل صايم، الكل بده يفطر. حتى الاجانب يعني حتى انا ما كنت امريكا كان الناس بجد وصار تعرف انه فترة رمضان بالنسبة للمسلمين فترة صيام وكذا، فاشوف اصحابي حتى ما بيشربوا قدامي لانهم عارفين انا يعني صايم، وبيشوفوني بحاول يعني اعدي الزوم ده.
فبيكسروا فبيصير احساس رابط وتكامل حتى ما بين الاديان والعادات والتقاليد المختلفه، وهذا شيء جدا جميل. يعني اخر نقطه هي موضوع بالنسبه للسعاده. في دراسات كثيره بعلم النفس دويناها على اساس نقارن الناس المتدينه والتي تؤمن بحاجه مقارنه الناس اللي ما تؤمن بشيء. وجدنا ان الناس اللي تؤمن بحاجه غالبا بيكون اكثر سعاده واكثر استقرار، ونسبه الانتحار عندهم كمان بتزيد. جميل. تؤمن بشيء حلو. يعني طب بدنا نعرف المعلومه دي، نخليك نشوف انت متى في رمضان دائما 30 شهر كامل للعباده والتدين وتقرب الله، فالطبيعي انه بيخرج الانسان في الشهر ده سعيد مستقر ويتطلب للمزيد. هذه تقريبا 5 نقاط انا حابب اشاركهم هي في جدول الشخصيه، ضبط النفس، في نمط الحياه، التكامل الوجودي والسعاده. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقه اليوم، واشكر كل المستمعين، وخلينا برضه يتابعونا على حساباتنا في السوشيال سفودي انستغرام والسناب شات. تحياتنا الكبيرة لك محمد بكي، جزاك الله خيرا مثل ما بيقولوا. يعني بالنهاية أنت مخصص هذه الفقرة فعلا تشير نولج مع الناس اللي عم تسمعنا اليوم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لفريق وفريق فوديز، تابعونا على حساباتهم. شكرا لمحمد. مستمعينا بنستكمل مشوارنا بعد الفاصل، خليكم بالجو على البانوراما.